تشوفون الاسماء يعني انتو شو تقولون يعني ولد لو بنيه راح خربطها تفوز؟ زين، انا حاسه انه بنيه راح تفوز، ما ادري ليش. ما ادري ليش. انتي عندك انحياز ويا البنات؟ لا لا ما عندي انحياز ابد والله، بس ما ادري حاسه انه بنيه راح تفوز. ما اعرف يعني هسه باعوا هسه هاي هنا اكو شيء جوا بعد اوراق همينه. اي انا اتمنى الكل اللي اتصلوا ويانا ودخل اسمائهم بالقرعه نتمنى اكيد دخل انا ايدك بركاتك. بسم الله. بركاتك بركات ماكو بعد اقوى من هيجي خربطه. طبعا الاسماء اللي تصير جوا مظلومه. جد والله خاف احد اسمه جوا يقول ما سحبتوها. تمام هسه اسحب اسحب لو لا اسحب لو لا شو تقولون شو تقولون اسحب لو لا اني اتمنى الكل الموجودين يفوزون. اني هم واحنا القرعه يعني مثل ما ذكرت انه القرعه راح تكون كل يوم جمعه هي السحبه ونخلي الاسماء على طيله ايام الاسبوع والجمعه تكون السحبه. فنتمنى وهي جائزة قطعة ذهب مقدمة من مجوهرات واثق خضر واكيد نوجه له تحية. بس هسه يلا كافي بعد القلق فول صار اني قلبي توقع. يلا راح اسحب اسحب يلا انا غمض عيونك. سحبت يا الله منو ما اطلع هو الرابح ويانا بنية. اوكي باعوا انا من احس بشغله خلاص. الرابح ويانا هي نور عبد الرسول حمادي. الف مبروك يا نور. الف 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 مبروك يا نور. نور انت ربحتي ويانا بجائزه قطعه ذهب مقدمه من صياغه واثق خضر. الف الف مبروك وجود لايك. ويا ريت انه نور دا تتابعنا اذا جاي تتابعنا ببرنامج فانك تربح تراجع او تتواصل ويا الرقم الظاهر اسفل الشاشه تتواصل وياهم على الواتساب لاستلام جائزتها اللي هي قطعه ذهب مقدمه من صياغه واثق خضر. الف مبروك يا نور وان شاء الله تتهنين بالجائزه واحد اوفر للبقيه. واكيد مستمره القرعه ويانا كل يوم جمعه وهي قطعه ذهب مقدمه من واثق خضر واكيد